خلي عنك الهم يا قلبي الحزين، وتوقع واردا في كل حين، يشرح الصدر من الحق المبين. واعبد الله وكن به مستعين، خلي عنك الفكر في أمر مضى والذي يأتي، وسلم للقضاء. لا يضيق صدرك وإن ضاق الفضاء، وارتقب لطفا خفيا يا ضنين، وارض بالله وكيل، إنه نعم الكفيل جل مولانا الجليل. إن ترد عزا ومجدا لا يبيد، فاعتصم بالله ذي العرش المجيد، واستقم لله والزم لا تحيد، وتمسك بالكتاب المستبين. واتبع خير الأنام سيد الرسل الكرام، أحمد المسك الختام، النبي المصطفى الخل المكين، الرسول المرتضى الهادي الأمين، النبي المصطفى الخل المكين، الرسول المرتضى الهادي.